الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين. عبر مختلف جهات المملكة، الاستعدادات جارية لتنظيم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. ترتيبات واسعة تشمل الجوانب المرتبطة باستقبال اللقاح وتخزينه وتنظيم عملية التلقيح. المستشفى الإقليمي الجديد للحسيمة، بنية استشفائية جديدة وصلت نسبة الأشغال بها إلى 70%، بنية تسعى إلى تجويد وتنويع الخدمات الصحية الموجهة إلى ساكنة الإقليم. ولخصوصية تضاريسه ومناخه، يشهد إقليم أزيلال في هذه الفترة تساقطات ثلجية تستدعي تدخلات يومية للمصالح المختصة للسهر على استمرارية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. أهلا بكم. وفي البداية، جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتجارة بأنتيغوا وبربودا التأكيد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره حلا لقضية الصحراء المغربية. وأضاف بلاغ الخارجية أن هذا البلد يعبر عن انخراطه الراسخ ودعمه لمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا لقضية الصحراء تحت السيادة المغربية في احترام للوحدة الترابية للمملكة. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 3163 حالة شفاء و 55 حالة وفاة. الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 409746 حالة منذ 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 132 حالة، 97 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. جهة بني ملان خنفرة تواصل استعداداتها لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 عبر توفير كل التجهيزات والمعدات الضرورية لاستقبال وتخزين اللقاح وإعداد الأطر الصحية ومراكز التلقيح. والنموذج من إقليم بني ملال مع خديجة الجمالي وعمر جليدي. المسار دابا راه تحدد هنا ديال التلقيح، المسار ديال العلاجات الأساسية اللي تتعطى يوميا راه هو محدد. تحديد مسار التلقيح داخل المركز الصحي خطوة أساسية في إطار الإعداد للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 استعدادا لاستقبال المواطنين في ظروف آمنة، واستعدادات مكثفة تنزيلا لمخططات عملية مركزية جهوية وإقليمية تستحضر أدق تفاصيل الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لسير هذه العملية. من ناحية اللوجستيكية توصلنا كاع بالمعدات اللي غادي تخلي عملية ديال تحرك بالفاكسان آمنة. من ناحية ديال لاشين دو فخوا، هاد المسألة مهمة بزاف بالنسبة للترانسبور دي فاكسان. ثانيا توصلنا بمعدات تعقيم وبروتكسيون ديال لي مويان دو بروتكسيون ديال البيرسونيل. الأطر الصحية فاعل رئيسي في إنجاح هذه العملية، ينخرطون بدورهم في الاستعداد لحملة التلقيح عبر خضوعهم لحصص تكوينية وتحسيسية. درنا حصص ديال التكوين والتحسيس ديال جميع العاملين بالقطاع ديال الصحة اللي كلهم بدون استثناء، لا من الأطباء ممرضين التقنيين الإداريين، كلهم بينوا الاستعداد ديالهم على الانخراط ديالهم في هذه العملية هذه. برامج جهوية للتواصل ستنطلق بتزامن مع حملة التلقيح، ومرة أخرى تأكيد على أهمية الحفاظ على شروط الوقاية والتباعد قبل، خلال وبعد عملية التلقيح.
إقليم أزيلال إقليم له خصوصيات تضاريسية وعرة وظروف مناخية صعبة، خصوصا عند تساقط التلوج، فترة تسخر فيها المصالح المعنية آلياتها ومعداتها وطواقمها لفتح الطرق والمسالك القروية التي يؤدي توقف الحركة فيها إلى عرقلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، خاصة العملية التربوية. روبورتاج محمد الواهبي وعبد العلي اياد. شاحنات بمصابيح تنبه ليلا كالنهار، تجول ولا تكل في اتجاه كل مصر. تبدأ تحركها في الفجر، وجهتها نحو محاور الطرق لمباشرة إزاحة الثلوج تجنبا لانقطاعها. أحد المقاطع المستهدفة رابط بين جماعتي تبنت وزاوية أحنصار بإقليم أزيلا. فرغم الممرات الصعبة بالتواءاتها ومنعرجاتها ومنحدراتها الوعرة، تشقها حنكة وتجربة الطاقم المكلف في وقت قياسي وتعبدها في وجه مستعملها. جاي من تبوك ماز زاويت، جيت بقيت شويه هنا، جاوا الناس ديال الجهيز وسرحوا لينا الطريق بخير وعلى خير. فنحاول ما امكن باش نتدخلوا في اقرب وقت ممكن ونفكوا العزله في اقرب وقت ممكن باش التفادي، باش ما يكونش حتى شي تاثير سلبي على مصالح ديال الناس خاصه الولوجيات. تامين سلامه ركاب السيارات والعربات بمختلف انواعها ثقل على عاتق المجندين بكسح الثلوج وجرف مختلف ندف الثلج المتجمع، رهان يكتسب لأن المستفيدين كثر وأولهم عينة تلقن أبناء المنطقة بدواوير متفرقة. أن المعلمين قصر شوية البلاد خصهم العواد، خصهم يتعاونوا علينا حتى هما شوية نجيب لهم العواد والدراري تيقراوا أن كاين البعد بزاف. الوصول في فترة تساقط الثلوج إلى دوار إكناون بالجماعة الترابية أيتبو قماس صعب، تيسر بلوغه الكاسحات، به وحدة للتعليم الابتدائي تصلها بانتظام كل مستلزماتها، موادها لا تنفد، ومن الأولويات حطب التدفئة للبراعم. الظروف تكون مواتية، يعني خص يكون الحطب ديال التدفئة، وخص تعطيهم واحد شوية ديال الوقت باش أنهم يسخنوا هو الأول، الطريقة باش كنتمنوا خصهم يسخنوا واحد شوية مزيان. رغم تساقط الثلوج والبرد القارس نلتحق بالأقسام الدراسية ونجد المدرس قد هيأ لنا التدفئة. إزاحة الثلوج لإيصال حاجيات الساكنة وضمنهم الأطر التعليمية هو بالأساس إزالة عوائق وفك عزلة لا يشعر بها إلا من ضجت جوارحه وطوعت رهافة جسمه إلى كتلة متجمدة. ومعنا مباشرة من أزيلال السيد حميد شكراوي المدير الإقليمي لقطاع التربية والتعليم. مرحبا بكم سيد شكراوي، وفي البداية نعرف أن الإقليم كيتميز بتساقط الثلوج خلال هذه الفترة، وهذا تستدعي تدخلات يومية لتيسير حركة التنقل، فما تأثير ذلك على قطاع التعليم؟ مرحبا. طبعا عملية فك العزلة وكسح الثلوج من الطرقات والمسالك تقوم بدور مهم لفك العزلة عن المدرسة وللحفاظ على الزمن المدرسي، وكذلك لتوفير مستلزمات الإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية في هذه الفترة. نعم سيد شكراوي، قساوة المناخ تفرض نعم. توفير الحطب للتدفئة خصوصا في المؤسسات التعليمية، فماذا عن الجهود المبذولة في هذا الإطار؟ نعم، لمواجهة موجة البرد بالإقليم وخاصة بقطاع التمدرس، قامت المديرية بتوفير ما يزيد عن 420 طن خلال الموسم الدراسي الحالي، استفادت منها 121 مؤسسة تعليمية بالإضافة إلى الأفرنة وكذلك أغطية لمحاربة البرد بالداخليات. شكرا لكم السيد حميد شكراوي المدير الإقليمي لقطاع التربية والتعليم بإقليم أزيلال. وفي إطار تجويد الخدمات الطبية بإقليم الحسيمة، تتواصل عملية تشييد المستشفى الإقليمي الجديد الذي قاربت أشغال إنجازه 70%، وتمت في هذا الورش مراعاة المواصفات المطلوبة لتلبية تطلعات ساكنة الإقليم. نيسى بومهدي وسعيد ناجح. في منطقة تفصل بين جماعتي أيت يوسف وعلي وأجدير، يشيد المستشفى الإقليمي الجديد للحسيمة.
تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 250 سريرا، منها 75 لقسم الجراحة. مشروع يرم تجويد وتقريب الخدمات الصحية من ساكنة الإقليم. هو مشروع يندرج في بروجرام منارة المتوسط بتكلفة تناهز 410 مليون درهم، بني على مساحة تتجاوز 5 هكتار. هذا المشروع اللي غادي يزيد واحد القيمة مضافة للهيكلة الصحية للإقليم، ورغم أنه عندنا مستشفيات في المنطقة إلا أن بزاف ديال التخصصات ما كاينينش عندنا قبل. شي مرضى هكا خصها تمشي لفاس ولا تمشي للرباط ولا تمشي لوجدة الدواء، دابا الحمد لله الساكنة دابا الحمد لله بفضل ربي وفضل ديال 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 السلطات داروا لنا واحد المستشفى اللي كبيرة اللي فيها غتكون مستشفى إقليمية. يتكون المستشفى من 5 طوابق يضم مركبا جراحيا ومختبرا للتحليلات ومصلحة للأشعة. ستجهز بمعدات طبية حديثة، الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمات بجودة عالية بالنسبة للساكنة. المستشفى الجديد بإقليم الحسيمة غادي يمكن ساكنة إقليم الحسيمة باش تستفد من خدمات طبية وفحوصات متنوعة وبطرق حديثة، وكذلك غادي يخفف على الساكنة تنقل الأقاليم الأخرى، وأيضا الطاقم الصحي أطباء وممرضين وجميع العاملين بقطاع الصحة غادي يخدموا في ظروف جيدة. مشروع ينتظر منه أن يعزز المنظومة الصحية بإقليم الحسيمة ويوفر على الساكنة مشاق التنقل إلى المدن المجاورة قصد الاستشفاء. وينضم إلينا مباشرة من الحسيمة السيد محمد يزناسني مندوب وزارة الصحة بالإقليم. مرحبا بكم سيدي، وفي البداية ما القيمة المضافة لهذا المستشفى الإقليمي الجديد بالحسيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم على الاستضافه، فنحن الان نتواجد بالورش ديال بناء المستشفى الاقليمي الجديد ديال الحسيمه، مستشفى اللي الكلفه البناء ديالو كتفوق 400 مليون ديال الدرهم، واللي الطاقه الاستيعابيه ديالو ان شاء الله غتكون 250 سرير، فيه كل ما يتعلق بالاداره ومستشفى النهار، وكذلك مصالح استشفائيه سواء كانت طبيه او جراحيه منها، كذلك مركب جراحي ومختبر للتحاليل وكذلك مصلحة للأشعة. طيب ما هي التخصصات الجديدة اللي غادي يوفرها هاد البنية الاستشفائية؟ واش غادي تكون قادرة على تلبية الاحتياجات ديال ساكنة الإقليم؟ ان شاء الله. اذا التخصصات اللي كتكون فهي كاينه ديال المستشفى الاقليمي عامه كاينه في الخريطه الصحيه، الا ان المستشفى الاقليمي ديال الحسيمه كيتوفر على تخصصات اخرين، منها مثلا جراحه الراس والنخاع الشوكي وجراحات اخرى كجراحه التجميل وشيروجي بلاستي الى جراحات اخرى. وكذلك المستشفى ديال الحسيمه والمستشفى الجديد وليس المستشفى الجديد، فغادي ان شاء الله يكون فيه هذه القيمه المضافه اللي كنتكلموا عليها، وهو ان غادي يكون ان شاء الله واحد الاليات وواحد التجهيزات حديثه اللي غادي تمكن الساكنه من الاستفاده من عديد من الفحوصات، واللي كان منها بعض الفحوصات اللي كان يتوجب على الساكنه انهم ينتقلوا ويكون عندهم ذاك العناء ديال التنقل لاقاليم اخرى من اجل الاستفاده منها. فملي يكون المستشفى الجديد ان شاء الله فغادي يكون فرصه بالنسبه للساكنه ديال الحسيمه انهم يستفدوا من جميع هذه الفحوصات اللي هنا داخل المستشفى الاقليمي الجديد. طيب شكرا لكم على هذه التوضيحات السيد محمد يزناسني مندوب وزارة الصحة بإقليم الحسيمة. زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلتها العديد من بلدان العالم في الوقت الذي تستعد فيه شركات عالمية لطرح لقاحات جديدة بعد الموافقة عليها أو دخولها المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. زكية بلقاس. لقاح تجريبي جديد ضد فيروس كورونا يدخل المرحلة الثالثة. شركة جونسون عبرت على لسان كبير المسؤولين العلميين عن أملها في طرح اللقاح الجديد بحلول شهر مارس القادم، مؤكدة أن التجارب تشمل 40 ألف شخص في 3 قارات.
من جانب آخر، أوصت لجنة من الخبراء الطبيين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على الترخيص الطارئ للقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة موديرنا. اللجنة أكدت سلامته وفعاليته، ومن المرتقب أن يحصل اللقاح على ترخيص الهيئة الأمريكية في غضون الساعة القادمة ليكون الثاني بعد لقاح فايزر بيونتك. ويرتقب كذلك أن تبدأ الدول الأوروبية بالتطعيم نهاية هذا الشهر لوضع حد لانتشار الفيروس والذي يسجل كل يوم إصابات قياسية. ألمانيا أحصت أمس 33,777 إصابة. أما بالصين حيث ظهر الوباء لأول مرة، فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن 12 إصابة جديدة بالفيروس، مضيفة أن 11 من هذه الحالات قادمة من خارج البلاد. 272 مليون شخص عبر العالم يبحثون عن حياة جديدة. هؤلاء هم المهاجرون بمختلف أنحاء المعمور، ولهم تخصص الأمم المتحدة يوما عالميا يوافق 18 من دجنبر من كل عام. هو مناسبة للوقوف عند التحولات الكبرى التي شهدتها الهجرة الدولية في الآونة الأخيرة، وكذا إنعكاساتها على حياة المهاجرين وبلدان الأصل والمهجر، لا سيما في ظل جائحة كورونا. خالد الأحمدي. نحن معا شعار اليوم العالمي للمهاجرين الذي يتمحور هذه السنة حول قصص تضامن لكل المهاجرين الذين يبحثون عن حياة جديدة في كافة أرجاء المعمور، وعددهم 272 مليون شخص. يحتفى بهذا اليوم للتذكير من جديد بأنه لكل مهاجر الحق في التمتع بالعيش بكرامة، وهذا ما تركز عليه رسالة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس الذي يحث القادة والناس في كل مكان على تفعيل الاتفاق العالمي للهجرة حتى يصب في مصلحة الجميع. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية لائحة البلدان التي يقصدها المهاجرون بنحو 15 مليون مهاجر، تليها ألمانيا، فأكثر من نصف المهاجرين أي ما يقدر ب 141 مليون يتمركزون في أوروبا وأمريكا الشمالية. واستنادا إلى الأمم المتحدة، فإن البيانات الدولية تكشف أن المهاجرين سيما في الوظائف ذات الأجور المنخفضة يعدون أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد، خاصة في البلدان المتأثرة بالوباء. رغم ذلك يلعبون دورا مهما في مكافحة الجائحة في بلدان الاستقبال. فللهجرة أوجه عدة، هجرة ينتفع بها بلد المنشأ والبلد المستقبل للمهاجر، فتصبح الهجرة مرتبطة بالتنمية في كلا البلدين. فيساهم المهاجر بمعارفه ومهاراته في بناء مجتمعات أقوى. في المقابل هناك من المهاجرين من يجدون أنفسهم على هامش المجتمعات بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وغالبا ما تكون هجرتهم بدافع الضرورة. لذا تحث الأمم المتحدة على أن تكون الهجرة اختيارا وليس ضرورة، ما يتطلب تعاونا بين كافة بلدان وأقاليم العالم. نوع آخر من الهجرة ينشط عبر العالم، الهجرة السرية، فبعض المهاجرين يضعون مصيرهم في أيدي مهربين فيجدون أنفسهم أمام بداية رحلة تشرد من منطقة إلى أخرى أو أمام بداية النهاية. 18 من دجنبر من كل عام هو أيضا يوم عالمي مخصص للاحتفال باللغة العربية، يوم له رمزيته ودلالته العميقة، فهو اعتراف أكيد بمكانة هذه اللغة التي تعد إحدى أقدم لغات العالم في بناء الحضارة الإنسانية ومساهمتها في بناء ركائز التواصل على نطاق واسع، حيث يبلغ عدد المتحدثين بها أزيد من 6.6% من سكان العالم. واللغة العربية مطالبة الآن بمواكبة تطور التكنولوجي وبرامج الرقمنة في عالم اليوم الذي يعرف طفرة متسارعة في مجال استعمال وتوظيف الرقمنة، كما تشهد الحياة المعاصرة تحولا في جميع مناحيها. بالدار البيضاء وقع مساء أمس حادث انهيار جزئي بالدعائم الحديدية لواجهة فندق لينكولن المهجور الآيل للسقوط والمتواجد بشارع محمد الخامس، دون أن يخلف الانهيار
أي خسائر في الأرواح في حين تضررت المحلات التجارية المجاورة. وإثر هذا الحادث توقفت صباح اليوم حركة سير التراموي بالنسبة للخط الأول الرابط بين ليساسفا وسيدي مومن ضمانا لسلامة الركاب. ولتأمين محيط الفندق وضعت حواجز حديدية بالأزقة المحادية. ختاما مشاهدينا هذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. عبر مختلف جهات المملكة الاستعدادات جارية لتنظيم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. ترتيبات واسعة تشمل الجوانب المرتبطة باستقبال اللقاح وتخزينه وتنظيم عملية التلقيح. المستشفى الإقليمي الجديد للحسيمة بنية استشفائية جديدة وصلت نسبة الأشغال بها إلى 70%. بنية تسعى إلى تجويد وتنويع الخدمات الصحية الموجهة لساكنة الإقليم. بخصوصية تضاريسه ومناخه يشهد إقليم أزيلال في هذه الفترة تساقطات ثلجية تستدعي تدخلات يومية للمصالح المختصة للسهر على استمرار الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.